السلام عليكم. رح نعمل صابع البطاطا المحشية والمقلية، أكلة كتير طيبة وشهية، بحبوها الأطفال والكبار، وبنفس الوقت بتنفع تتفرز قبل القلي بالفريزر، ونطلع منها على حسب الكمية اللي بدنا إياها. المكونات هي 5 حبات بطاطا متوسط الحجم مسلوقة، طبعا أنا سلقتها برشيت شوية ملح بالمي، وبدنا ننتبه لنوع البطاطا لأنه في بطاطا بتكون تبع طبيخ فما بتطلع على القلي حلوة. هاي البطاطا اللي هي خاصة بالقلي، طبعا بتكون الترابة تبعيتها شوي فاتحة، بينما البطاطا تبع الطبيخ بتكون التراب تبعها غامق كتير. رح نحتاج كمان معلقة زبدة، ورح نحتاج ملح، بصل بودر، توم بودر، رنفل، رشة رنفل صغيرة وزنجبيل صغيرة، كزبرة ناشفة، بهارات مشكلة، طبعا هاي حسب الرغبة، في ناس ممكن تضيف الشطة حسب البهارات اللي منحب نضيفها. للحشو بدنا لحمة مفرومة، أنا سويتها ورشيت لها رشة ملح وفلفل أسود وشوية بهارات، وبعدين بعد ما بردت ضفت لها الموتزاريلا. كتير مهم إنه تبرد الحشوة عشان نعرف نحشي البطاطا، لأنه إذا كانت سخنة راح تفك مننا. هلأ للتغطية رح نحتاج كأس طحين ومعلقة نشا وحليب تقريبا ما يعادل كأس حليب وبقسماط مطحون. أول خطوة رح نحط البهارات اللي عنا والزبدة ونهرس البطاطا بهذا الشكل. في ناس ممكن تضيف أوريجانو أو شي، بس أنا ما كتير بحب هاي الإضافات. هلأ عندي اللحمة والموتزاريلا، تركتهم يبردوا، وبعد ما بردوا راح أحط الطحين مع النشاء. ما راح أحط ملح مع الطحين لأنه اللحمة مملحة والبطاطا مملحة، راح أحشي بهذا الشكل. طبعا البطاطا بردت واللحمة بردت، فيني أنا أحشي بسهولة، كتير مهم إنه يبردوا معاي عشان ما يفكفكوا. الشغلة التانية إنه اللحمة ما بدنا نكتر إحنا الزيوت اللي فيها، يعني منحاول إنه نشوحها أو نحوسها بزبدة عشان ما تطلع كتير فيها زيوت. رح أحشيهم بهذا الشكل وبعدين أقلبها بالطحين، بخليط الطحين والنشا. هلأ بعد ما خلصنا الكمية رح أحط اللي عملتهم أنا بالطحين. رح أكون عاملة شوية حليب، رشة فيهم شوية فلفل، وبعدين أغمسهم بالخليط البقسماط المطحون، أو ممكن كورن فليكس مطحون، في كتير ناس بتستخدم الكورن فليكس المطحون، أنا راح أستخدم البقسماط المطحون. هلأ هيك جهزوا، راح أحطهم بالفريزر لمدة ساعة أو ساعتين قبل القلي، وبعدين أطلعهم وأقليهم بزيت غزير وحامي. طبعا زي ما قلنا إنه ممكن نفرز عشان بعدين، زي الكبة بالضبط إنه ممكن نفرزها بالفريزر. هلأ أهم شيء إنه ما نحرك البطاطا لأنه ممكن تفتح معانا، بس يحمر الوجه التحتاني ممكن نقلبون قلبة بس. وهذا هو الشكل النهائي. طبعاً
هي ما محتاجة كتير تضل على النار، يا دوب بس تحميرة، لأنه البطاطا مستوية واللحمة مستوية، بس إحنا بدنا نحميرها. بس أنا طلعت واحدة، بدي أفرجيكم كيف مقرمشة من برا ومن جوا كيف بتدوب دوب بالتوم. أكلة كتير شهية وطيبة. الجبنة الموتزاريلا أنا ما مكتريتها، بإمكانكم تكتروا أكتر يعني الكمية لو بتحبوا الجبنة تكون ظاهرة كتير. هاي هي الأكلة، وصحة وهنا. ياريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لو ما عاملين، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات.